تحدثت معظم الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس عن النشاطات التي شهدها آخر يوم من الحملة الاستفتائية للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي، وجاءت الصحف بخبر انطلاق الاستفتاء بالمكاتب المتنقلة. بالبنط العريض افتتحت جريدة الجمهورية صفحتها الأولى بعنوان مشروع تعديل الدستور وثيقة مصيرية في مسار التأسيس، هو ما صرح به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بالحيمر. وتضيف الجريدة تأكيد الوزير عن كون التعديلات تهدف أساساً إلى صيانة السيادة الوطنية ومقومات الأمة. يومية البلاد تحدثت عن ما صرح به رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الذي وجه تعليمات صارمة من أجل الشروع في تأمين مراكز الاستفتاء على غرار المراكز المتواجدة بالمناطق النائية، واصفاً الموعد الانتخابي بالمحطة الحاسمة في تاريخ الجزائر. صحيفة المساء هي الأخرى جاءت بتوجيهات الفريق شنقريحة بتأمين مراكز الاقتراع، وتحدثت الجريدة عن انطلاق قوافل 20 مكتباً متنقلاً نحو المناطق النائية، وذلك بكل من ولايتي إليزي وتندوف، أين تتوزع المكاتب المتنقلة عبر مناطق وقرى نائية. في نفس السياق، اليومية الناطقة باللغة الفرنسية المجاهد كتبت عن الخبر تحت عنوان المكاتب المتنقلة تنطلق في عملية الاستفتاء، إذ يشرع المواطنون من البدو الرحل في الإدلاء بأصواتهم بداية من اليوم، وذلك قبل 72 ساعة من يوم الاستفتاء وفق الإجراءات التي ينص عليها النظام الانتخابي. يومية النهار من جهتها جاءت بتصريحات مختلف الوزراء الذين نشطوا لقاءات شعبية حول الحملة الاستفتائية، حيث جاءت اليومية بتصريح وزير التربية الذي أشار إلى أن مشروع الدستور الجديد يصبو لمدرسة مهمتها التربية وتعليم النشء، في حين أكد وزير الموارد المائية أن الدستور سيمنح الشباب مسؤولية تولي مناصب سامية في الدولة. جريدة الإكسبريسيون كتبت عن الدخول اليوم في الصمت الانتخابي، وتعود الجريدة إلى الأسابيع الثلاثة من الحملة التي شهدت نشاطات مكثفة لتصل اليوم مرحلة الصمت الانتخابي التي ستدوم ثلاثة أيام قبل الموعد الانتخابي. وتتحدث الصحيفة عن أهمية هذه المرحلة لتمكين المواطنين من اتخاذ قرارهم ومنع التشويش عليهم، وكذا انطلاق الاقتراع في المكاتب المتنقلة.